بالنسبة بقى للرسالة الإعلامية، الحقيقة نموذج تم الاحتفاء به. حابين نلقي الضوء يا جماعة، ما ينفعش أبدا إن أنا أجيب، أنت طبعا حقك تعمل اللي أنت عايزه كإعلامي، لكن فكرة إن أنت تدعم النماذج السلبية للأطفال وتصنعها في دور البطولات والمعجزات والبسمة الدائمة والقادمة والكلام الكبير ده، ده بيوجه رسالة صعبة جدا. الإعلام احتفى، وتقريبا الكابتن اسلام صادق احتفى بلاعب او طفل بيلعب في فريق الكره في مدرسه في نادي الزمالك، كان كل مشاكله او كل البطولات اللي بيعملها ان هو بيرمي الكره جوه الملعب وقت ما يكون في هجمه لنادي الزمالك، فتم التعامل معاه بحفاوه كبيره جدا وبان هو بسمه الزمالك القادمه. في نماذج كتير جدا اعتقد ومتاكد كمان، نماذج كتيره جدا في فريق الكره بنادي الزمالك كنت تقدر تجيبها تحطها هي بسمة الزمالك القادمة، على عكس تدعيم السلوك السلبي. نشوف فيديو للاعب الصغير أو الناشئ أدهم ونرجع تاني. لكن لما كان 2-1 رميت كده الكرة، اديت للاعب كرة براحة، قام الدكة مزعقة لي، قالت له الدكة مين؟ الدكة بتاعت الزمالك، قالوا لي ادي الكرة للاعب بتاعنا أو اللاعب بتاعهم بكرة بسرعة عشان عايزين نكسب طبعا 3 أو 4 وكده. قمت مين بقى اللي زعقلك ساعتها؟ كان احمد زاهر وجنش. قمت الكره اللي بعدها على طول كان كورنر، قمت على طول جاري، اول ما اتحسبت قمت جاري حاططها، قمت متجه لورا الجون كده. اللقطه اللي قلبت الدنيا. هو مؤكد الحديث ده جاء بعد الصوره اللي قلبت السوشيال ميديا بفرحه اللاعب بفريق الزمالك والفوز على الترجي، من حقه تماما يفرح وندعم ده، لكن سلوكيات زي دي والناس المسؤولين يكونوا هو ده اللي بيعلموه للاطفال وده اللي بيعلموه للنشأ، اعتقد الرياضه لها شكل او رساله اهم واشمل واعم وافضل من الرساله اللي احنا بنقدمها وبنعلم النشأ عليها وبنقدمهم كمان للاعلام على انهم البسمه القادمه. حقيقي يا احمد، واعتقد ان ده كمان دور على كل حد فينا، ان اكيد الاطفال دي بتحاول تكون لها انتماء لناديها وفعلا بتحب ناديها بجد، بس اللي احنا لازم كمان نذكره انك لما تيجي تبروز لقطة مش دي اللقطات اللي تبروزها، وصدقني لو انت بتحب الطفل ده ومش عايز تشوفه زي نماذج للأسف كتير جدا بعد كده ما فهمناش ليه هي سلوكيا في الملعب كانت بتتصرف بالشكل ده، ده البداية، السن ده هو البداية، وفي الوقت ده هو اللي مفترض كنت انت تقف عند النشأ وتقول له لا مش ده الصح. وحتى اللاعبين اللي بيوجهوا رسائل مش مفترض ابدا تكون دي الرسائل اللي كانت بتوجه. عايزين يا احمد